السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. المكور او الملفوف من بين الخضر اللي ما كنستعملوهاش بزاف في الاكل ديالنا، مع العلم انه غني بالمعادن والفيتامينات ومفيد بزاف للجسم ديالنا وغير مكلف نهائيا. غنقترح عليكم اليوم سلطة صحية ولذيذة بالملفوف مع الخضر مع الصلصة كتجي معها ولا اروع. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا الطريقة والمقادير. على بركة الله، بالنسبة للمقادير اللي غنستعملو: الملفوف او المكور الاحمر 4 حبة، ورقة ديال الخس، حبة واحدة صغيرة ديال الخيار، حبة واحدة من الجزر، وحبة ديال الفلفلة صغيرة من اي لون بغيتو. في البداية نقطعو المكور على 4 ديال الاجزاء، غنستعملو غير 4 فقط. هاد الكمية غتكفي لجوج ديال الاشخاص، نتوما ضاعفو الكمية بطبيعة الحال على حسب عدد الافراد. من بعد نقطعو المكور شرائح رقيقة. للإفادة فالمكور أو الملفوف غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، بحال الحديد اللي كلنا كنعرفوا أنه كيعالج فقر الدم، وأهم حاجة أنه ممتاز للناس اللي كدير حمية لأن ما فيه سعرات حرارية نهائيا. من بعد كناخدو المكور وكنديروه في واحد الإناء وكنرقدوه شي شوية ديال الماء مع الملحة. بنفس الطريقة نقطعو الخس كذلك لشرائح رقيقة. والخس حتى هو ما شاء الله راه فيه انواع كثيره ومفيده، ونقدروا نستعملوه في بزاف ديال الوصفات اخرين ماشي غير في السلطه، يعني بحال الشوربات والساندويتشات. كمثال الرومان في زمان كانوا كيطبخوا الخس مع الخل والزيت وكيقدموه مع الوجبات ديالهم. من بعد كنقشروا الحبه ديال الجزر كذلك بنفس الطريقه ونقطعوها شرائح رقاق. والجزر بالضروره كيدخل في مجموعه ديال الوصفات والمشروبات والعصائر، واللي معروف عليه انه كيقوي العظام لان فيه نسبه عاليه من فيتامين دي. بنفس الطريقه كنقيو الخيار، نزولو له القلب ديالو ونقطعوه شرائح رقاق بهذا الشكل، وكذلك الفلفله كنديروا لها نفس الطريقه. من بعد ناخذ اناء كبير باش نخلطوا المكونات كاملين. غنضيفوا المكور من بعد ما صفيناه من الماء، نزيدوا عليه الخس ونضيفوا الكميه ديال الخيار، شرائح ديال الجزر، واخر حاجه شرائح ديال الفلفله. غنخليو هذا الخليط على جنب وندوزو دابا باش نصايبوا الصلصه او الصوص اللي غادي نستعملوها مع الشلاضه. نستعملوا واحد القرعه صغيره اللي غنخلطوا فيها المكونات. اول حاجه غنديروا جوج معالق ديال زيت الزيتون، نضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال عصير الحامض، معلقه كبيره ديال العسل اللي غادي تعادل لنا المذاق ديال الحموضه، واخر حاجه 4 معالق ديال الملح والابزار. غنسدوا على القرعه ونحركوها مزيان باش يتخلطوا المكونات مع بعضياتهم باش نحصلوا على صلصه غنيه ولذيذه بهذا الشكل. غنكبوا هاد الصلصه فوق الخضره ونخلطوهم جيدا. كيف كتشوفوا هذه سلطه سهله مهله وسريعه في التحضير، مكوناتها بساط وفي المتناول، واهم حاجه انها صحيه وعندها قيمه غذائيه كبيره. كنقدموها بطبيعه الحال في صحن او في طبسيل وبالصحه والراحه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وتطبقوها ان شاء الله، على امل لقاء بكم في وصفات وافكار جديده. تهلاو ليا فراسكم ودمتم في رعايه الله.